هنتكلم في سيكشن 8 تمام عن السيجنال سبيس ريبريزنتيشن وهنحل الشيت رقم 6. طيب اول حاجه زي ما اتعودنا نروح نراجع شويه كونسبتس كده من الليكتشرز. طيب الكونسبتس اللي احنا عايزين نبص عليها هي ايه بالظبط؟ احنا عايزين نبص على الكونسبتس بتاعت مين؟ بتاعت السيجنال سبيس. طيب هنبتدي بايه؟ بسيمبل كوميونيكيشن سيستم. السيستم ده انا بقول لو انا عندي 1 ابعته في سيمبل اس اوف تي، كنا بعمل بلس شيبنج وببعت بسيمبل اس اوف تي، وعندي 0 هبعته في ايه؟ في نيجاتيف اس اوف تي. حلو، اخد الاثنين دول وبدخلهم على مين؟ على تشانل. حلو، بعد ما دخلتهم على تشانل هعمل ايه؟ كنت بعمل الكولوريتور. يعني ايه الكولوريتور؟ كنت بضيف في السيجنال اللي انا بعتها اللي هي الاس اوف تي، بعمل انتجريشن وبعمل ديسيشن. حلو، طيب قلت اللي انا ريسيفت هنا في النقطه دي كان مين؟ كان ار اوف تي تمام، وبعد الانتجريشن كان عندي مين؟ الواي اوف تي، وباخد الديسيشن عندي هنا سامبلنج وبعدين ديسيشن بحيث ايه؟ شوف الفاليو طلع لي. طيب تعالى نمشي واحده واحده. قلت الواي اوف تي هي عباره عن مين؟ عباره عن لو انا كنت بعت الاس اوف تي هقول هتبقى الاس اوف تي في الاس اوف تي تمام، عملت لهم انتجريشن. حلو كده تمام، وبعدين هقول ان الواي اوف تي كابيتال هتساوي ايه؟ هتساوي الانرجي بتاعت الاس اللي انا بعتها تمام، اللي هي بعد السامبلنج ده اللي طلعناه من المسيس في الكلوريتو تمام. طيب الواي اوف تي في حاله ان انا كنت باعت سالب اس، حلو، هتبقى ايه؟ هتبقى سالب اس في الاس وهكمل. طيب انا ضرب رقم في نفسه صح، الفانكشن في نفسها، فتديني مين؟ هتديني الاي اس تمام، بس بالنيجاتيف تمام. يبقى النتيجه ده هيديني رقم بوزيتيف، حلو، يا اما هيديني رقم نيجاتيف. الديسيشن ان انا احطه ايه؟ ان انا هكون بيه بالصفر. والله لو انا اكبر من الصفر اقول ان انا جاي لايه؟ اس اوف تي. لو انا اقل من الصفر هيجي لي سالب اس اوف تي. طيب ده كده تمام، كلام جميل، حلو، مفيش مشاكل. طيب تعالى نعمل موديفيكيشن صغير. ايه الموديفيكيشن الصغير اللي احنا هنعمله ده؟ انا اقول ان انا الواحد هبعته اس واحد اوف تي، والزيرو هبعته اس اتنين اوف تي، يعني كده ببعت ايه؟ اتنين سيمبلز مختلفين. حلو، طيب هدخلهم على التشانل مفيش مشاكل. طيب اقول ايه؟ انا هاجي اعمل ديتكشن، فهمشي همشي واحده واحده. قلت انا لو قلت الاس واحد تربيع ده وكملته من زيرو تي بي ده مين؟ ده الانرجي بتاعته. طيب والانرجي بتاع التاني هتبقى ايه؟ من زيرو تي بي، حلو، لمين؟ للاس اتنين تربيع. طيب المفروض الاتنين دول ايه؟ يبقى ليهم نفس الانرجي عشان ابقى ايه؟ شغال مضمون او في السيف زون. حلو، يبقى ايه؟ وسهل الديتكشن بتاعي، يبقى المفروض ان الاتنين ليهم نفس الانرجي. في مشاكل كده؟ لا مفيش مشاكل. طيب تعالى نجيب ايه الفرق بين الاثنين دول، اس واحد ناقص اس اتنين. طيب الفرق ما بينهم ده ناقص ده هيديني ايه؟ هيديني رقم. حلو، الاثنين دول سيجنالز بنقول عليهم ويل. حلو، يبقى دي ناقص دي هيديني ايه؟ هيديني رقم. الرقم ده سكوير تمام، سواء ده كان نيجاتيف او بوزيتيف هيديني رقم ايه؟ هيديني رقم بالبوزيتيف صح. يبقى بالتالي لما اخده واكمله من زيرو تي بي هيطلع لي ايه؟ يطلع لي حاجه اكبر من الصفر. فبما انها اكبر من الصفر هنعرف بقى ايه؟ نفك السكوير ده، هنفك السكوير ده هيبقى ايه؟ انتجريشن اس واحد سكوير تمام؟ بعدين زائد الاس اتنين سكوير واعمل لها الانتجريشن، بعدين ناقص الاول في اتنين في اتنين اللي هي ناقص اتنين اس واحد اس اتنين من زيرو تي بي. حلو، ده مفيش مشاكل، قلنا الكلام ده كله هيبقى مين؟ هيبقى اكبر من الزيرو. حلو، طيب تمام، بما ان احنا كده قلنا اكبر من الزيرو انا تمام كده. طيب هلاقي دي مين؟ هلاقي دي ان الانرجي بتاعتي اللي انا بعتها اللي هي الاي بي، ودي الانرجي بتاعتي اي بي. فيبقى انا عندي اقول كده ان انا عندي 2 اي بي هيبقوا مين؟ اخد التيرم ده اوديه الناحيه الثانيه، اديته الناحيه الثانيه اللي هو ايه؟ فيبقى 2 اي هتبقى اكبر منين؟ من 2 تكامل اس 1 في اس 2 صح؟ في مشاكل؟ لا. طيب هعمل ايه؟ اخص ال 2 دي مع ال 2 دي تمام كده، في مشاكل؟ لا. يبقى تفضل لي ان الاي هتبقى اكبر من انتجريشن حاصل ضرب الاس 1 في الاس 2. طيب تمام، تعالى نكتبها تاني. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ لو انا جبت السيجنال الاولى طب السيجنال الثانيه وكملت عليهم، لازم الفاليو اللي هتطلع دي تكون مين؟ هتكون اصغر من الفاليو بتاع ايه؟ الفاليو بتاع الانتجريشن او الانرجي بتاع السيجنال الواحده. حلو كده؟ طيب يعني انا كده لو انا عايز اعمل ديتكشن صح هعمل ايه؟ اروح احط السيستم بتاعي تمام، اقول انا هاخد عندي هاخد الشانل هضيف مين؟ في الاس 1 او في الاس 2 واعمل ايه؟ واعمل الانتجريشن. حلو، واخد الديسيجن واعمل السامبلنج بتاعي. حلو تمام، مفيش مشاكل، طلع لي اوتبوت واحد واوتبوت اتنين، هكمبير بقى الاوتبوت دول. والله انا وانا بعملهم كومبير انا عارف ايه؟ انا بعت اس واحد، حلو، فانا الاقي ان البرانش ده هيطلع لي ايه؟ اس واحد سكوير او الانرجي سكوير، وهنا هيطلع
طلعلت من التاني ده، فمين الأكبر؟ احنا قلنا ده أب، يبقى أنا باعت هنا إيه؟ على أوت واحد إس واحد. طب لو كان البنش اللي تحت أكبر يبقى أنا باعت مين؟ يبقى أنا باعت إس اتنين. تمام، دي طريقة الديتكشن البسيطة. هنعمل إيه بعد كده؟ هنبدأ نقول لأ لحظة كده، أنا هبعت إيه؟ هبعت سيمبلز. حلو، أنا عايز أحسن السيستم بتاعي، هنبعت إيه؟ أنا بعت بيتس. حلو، طيب البيتس دي هتبقى إيه؟ هي عبارة عن زيروز، تمام، هي بالشكل بلس واحد أو بلس بسالب واحد. حلو، تمام، مفيش مشاكل. حلو، قلت الباندوز بتاعي كان بيبقى إيه؟ بروبوشنال مع واحد على التي بي. طيب حلو، فلو أنا قلت إن أنا زودت التي بي هلاقي الباندوز إيه؟ الباندوز هيقل، ده زادت دي هتقل انفيرس بروبوشن، ولكن في نفس الحكايه ايه؟ هلاقي ان البيت ريت هيقل. طيب لما الاقي ان البيت ريت هيقل هقول ايه؟ انا كان عندي في حاجه اسمها الافشنسي. ايه الافشنسي؟ انا ببع ببيت ريت معين والسيستم ده ليه باندويث معين. حلو، فطالما ان انا عملت ايه؟ ان انا زودت قللت البيت ريت وقللت الافشنسي، قللت الباندويث، فالافشنسي ثابت. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل حاجه ثانيه، عايز اقلل الباندويث. حلو، واحافظ على البيت ريت، تمام، وايه وازود الافشنسي، فانا كده خليت السيستم بتاعي احسن. انا مديله نفس البيت ريت بس سيجنال واخده باندويث قليل. ليه؟ طب ليه يا حبيبي الباندويث يبقى قليل؟ كل ما الباندويث قل انا مسموح لي مثلا استخدم 100 ميجا. حلو، 100 ميجا هرتز، انا قدرت اقول ان انا السيمبل بتاعي هيتبعت في كام؟ في 2 ميجا. حلو، خلاص، يبقى انا ممكن ابعت كام حاجه؟ ابعت عدد كبير منهم، تمام، او استخدم كل جزء من الباندوز في حاجه مختلفه. انا محتاج ان انا اقلل الباندوز، ان الباندوز هو فلوس بالنسبه لي. طيب حلو، طيب قلنا نعمل ايه؟ تعال نفكر في حاجه تانية. قلت خلاص انا بدل ما هزود التي بي حلو هعمل ايه؟ اقول لا، ان انا هاخد حاجه اسمها السيمبل. ايه السيمبل ده؟ يعني انا هاخد اتنين بيتس هنا في الكيس دي مع بعض، ولنفرض واحد واحد هتبقى بالشكل ده، واخدت الواحد زيرو هتبقى بالشكل ده. السيمبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين بيتس. طيب تمام، هنعمل ايه؟ هقول ان الباندويتس هيبقى ايه؟ انفرس بروبوشنال مع مين؟ مع واحد وثلاث تي اس. طب تي اس دي كانت مين؟ كانت 2 تي بي. حلو، يبقى انا كده الباندويتس واحد على بروبوشنال مع ايه؟ مع واحد على 2 تي بي. حلو، يبقى انا كده الباندويتس حصل ايه؟ الباندويتس بتاعي اقل. طيب قل بنسبه كام؟ نسبه 50%. طيب تعالى نشوف الافشنسي. الافشنسي كانت بتساوي ايه؟ ايتا في البيت ريت على مين؟ على الباندويتس. طيب تعالى نشوف الريت بيتس او بيت ريت هتبقى عامل ازاي. بص انا كنت بعت 2 بيتس في تايم ايه؟ 2 تي بي، اللي هو السيمبول بتاعي في تي اس، او 2 بيتس في تايم 2 تي بي، انا بعت ايه؟ البت الواحده في ايه؟ في تي بي. حلو، يبقى انا كده ايه؟ الار بي كونستنت، مفيش مشاكل. يبقى انا بالتالي قدرت احافظ على الار بي وايه؟ قللت الباندويث، فبالتالي زودنا مين؟ زودنا الافشنسي. طيب يعني انا قلت لما التي سيمبول كانت 2 تي بي انا عملت ايه؟ انا خليت الافشنسي هتضرب في 2، الباندوتس ده ايه؟ الباندوتس ده قليل النص، فالافشنسي تزيد 2. طب لو انا حطيت التي سيمبل ده 4 تي بي ايه اللي هيحصل؟ هخلي الافشنسي تتضرب في كام؟ تتضرب في 4. خلاص، يبقى احنا نعمل ايه؟ خلاص، يبقى انا هكبر عدد السيمبلز. فانا اقول ان انا لو خدت 10 بيتس يبقى كام؟ يبقى في عندي 1024 سيمبل. حلو كده؟ طيب السيمبلز دول تعالى نعمل لهم ايه؟ فيجواليزيشن، او اشوف ان انا اعمل سيستم بتاعها ازاي، لان انا محتاج ايه؟ 1024 ايه؟ سيمبل. طيب ده سهل نعمله؟ لا، هنلاقي ان الموضوع ده ايه؟ ده فيري كومبلكس. طب انا استفدت ايه؟ طب انا هعمل ده ازاي؟ طيب تعالوا هنروح بقى ايه؟ نبدا نتكلم هنا على ايه؟ على حاجه اسمها سيجنال سبيس ريبريزنتيشن. طيب هنمشي ازاي؟ واحده واحده ابدا ايه؟ اشوف شويه كونسبتس كده من الفيكتورز دي هتسهل عليا الحل. اول كونسبت عندي ايه؟ الاورثوجوناليتي. يعني ايه اورثوجوناليتي؟ يعني حاجة عمودية على بعض، يعني الفيكتور عمود على الفيكتور التاني. يعني فيكتور اكس كنا بنقول انه عمود على الفيكتور واي عمود على الفيكتور زد. حلو، تمام، يبقى الدوت برودكت بتاعهم بايه؟ بزيرو. طيب بعدين نروح لحاجة تانية اسمها الاورثونورمال. يعني ايه الاورثونورمال؟ يعني بنقول ان الفيكتورز اللي هو الاي والجي والكي دول كانوا عموديين على بعض، دي اول حاجة. ولكن المعلومة التانية ايه؟ والدوت برودكت بتاعتهم هيبقى ايه؟ هيبقى بزيرو. كل الاي دوت جي هيساوي ال i دوت k هيساوي j دوت k، كل ده بزيرو. ولكن المعلومة التانية بتاعت الاوكسو نورمال بقى اللي بتخليها تختلف عن الاورثوجونال، هل ان ايه؟ ان حاجة دوت نفسها بتديني ايه؟ واحد ال i دوت i تديني واحد، ال j دوت j تديني واحد، ال k دوت k تديني واحد. طب ده احنا بنتكلم فيها ايه؟ على الفيكتورز. طيب احنا هناخد الكونسيبت ده نبدأ نطبقه ايه؟ على فانكشن. انا هجنريت فانكشنز واقول ان
انا هرسم فانكشنز جديده بالنسبه للفانكشنز الاساسيه بتاعتي دي، حلو، واشوف اشتغل ازاي. طيب نبدا نعمل ايه؟ نتكلم على البيزس فانكشن. البيزس فانكشن قلنا هي فانكشنز عموديين على بعض. يعني ايه فانكشنز عموديين على بعض؟ تعالوا نقول كده ان هي فاي 1 فاي 2 وفاي 3، يعني انا ممكن ان انا احطهم على شكل الفيكتورز دول، يبقى ايه؟ يبقى انا اقول ان هم بالشكل ده عموديين على بعض، والديوشن بتاعهم كان ديول تي. طيب يعني ايه بقى ان هم عموديين على بعض؟ يعني انا لما اقول ان فاي 1 ضرب فاي 2 وكامل، حلو كده، ده اداني مين؟ ده اداني زيرو، تمام كده؟ يبقى كده هم اوكسجون على بعض. طيب عشان يبقوا اوكسجون، يعني انا اقول الفاي سكوير او الفاي مضروبه في الفاي او الفاي دوت فاي، حلو، وكامل عليها من 0 ل تي، هيديني مين؟ هيديني واحد. طب هو ليه ايه علاقه التكامل ده بالدوت برودكت اللي هناك؟ احنا كنت بقول ايه؟ انا كنت بضرب كل اليمنت في التاني واجمع، يعني بقول فاي واحد هنقول اكس واحد في واي واحد زائد اكس اتنين في واي اتنين زائد اكس تلاته في واي تلاته، حلو. طيب يعني انا بعمل سمشن. طب دي بقت ايه الفانكشن؟ دي حاجه كونتينوس، الفيكتور كان ديسكريت، فبالتالي هيبقى ايه بدل سميشن هيبقى انتجريشن. طيب في مشاكل؟ لا. طيب تعالوا ايه، هنقول ان انا ان الانرجي بتاعتي كده في الكيس دي هتبقى ايه؟ هتساوي واحد. طيب تعالى ناخد اكزامبل كده، عندي الاثنين فانكشنز دول انا اقدر اقول عليهم ان هم اوكسونومال. ليه؟ لو انا جيت ضربت كل واحده في الثانيه او هضرب دي، حلو كده، في دي هلاقي ايه؟ وهكامل عليهم تبقى دي في دي بواحد ودي في دي بسالب واحد، دي لحد تي على الاثنين ودي برضه الويتس بتاعها دي على الاتنين، بعد الانتجريشن هيديني زيرو. عشان اكملهم ويبقى اولسو نورمال هلاقي ايه؟ لازم الدي تي دي تبقى بايه؟ تبقى واحد. طيب تمام، ده كده اكزامبل الفانكشن. طب ممكن ناخد دول ونقيس صياغتهم، نقيس صياغتهم بايه؟ بشكل ابسط شويه. انا اقول ان انا بضرب الفاي اي او البيس فانكشن اي في البيس فانكشن جي، حلو كده، وهكمل عليهم، ده هيديني ايه؟ هيديني زيرو لو كانوا الاتنين مختلفين، هيديني ايه؟ هيديني واحد لو الاتنين كانوا زي بعض. في مشاكل؟ لو انا عندي هقول ايه الناس السيجنال بتاعتي او السيمبل اللي انا هبعته هيتحدد بايه؟ هيتحدد بالفاي دي. فزي ما كنا بنكتب هناك في الفيكتورز، كنت بقول ان الاكس مثلا هتساوي حاجه في الاي، حاجه في اتجاه جي، حاجه في اتجاه كي، هكتبها ايه؟ اس واحد واحد في اتجاه الفاي، واس واحد اتنين في اتجاه الفاي تو، اس واحد ثري في اتجاه ايه؟ الفاي ثري، حلو، وهكذا بالاس، بالنسبه للاس تو، بالنسبه للاس ثري، حلو. طيب ممكن اكتب بقى ده بقى الشكل بصورة مختصرة اللي هو ايه؟ ال SI، تمام، هتساوي ايه؟ هتساوي summation لل SIJ مين في ال FIJ. طيب واحدة واحدة، مين ال FIJ دي؟ ال FIJ دي دي البيزس بتاعتي. طيب ومين ال SI ده؟ ال SI ده اللي هو ايه؟ السيجنال بتاعتي، تمام. طب ال SIJ ده ايه؟ ده ال orthonormal function بتاعتي. طيب معلش لحظة تاني، قلنا مين دي البيزس فانكشن بتاعتي. طيب ودي مين؟ دي السيجنال بتاعتي، حلو. طب ده مين؟ ده هنسميه ايه؟ هنسميه ايه؟ السيجنال ريبريزنتيشن، حلو، السيجنال سبيس ريبريزنتيشن بتاعي، تمام كده. طيب حلو ماشي، نكمل. هنقول ايه؟ هنقول طيب لو هتكلم على البيزس فانكشنز ممكن اقول عليها هي شكلها في 2D بدل 3D، فممكن تبقى ازاي؟ ممكن اقول ان السيجنال بتاعتي لو انا هتكلم ان هم في 2 دي بالنسبه لفاي 1 فاي 2، والسيجنال بتاعتي 1 فاي 1 زائد ناقص 2 فاي 2 وهكذا، وفانكشن او اس 2 اس 3 واس 4 بالشكل ده، تمام. ممكن بدل ما اكتبهم بالشكل ده ممكن اكتبهم ايه؟ بشكل فيكتورز. خلاص انا هبدا امثلهم هنا. طب هاخد كل فيكتور ده وهعمل له ايه؟ هعمل له مابينج هنا، تمام، ده الاس 1 الاس 2 الاس 3 الاس 4. طيب مين دول؟ ده اللي هو الفيكتور زون اللي احنا كتبناهم صغيرين، دول السيجنال سبيس ريبريزنتيشن. لما بحطه هنا كده ايه؟ رسمت السيجنال سبيس ريبريزنتيشن بتاعتي، حلو. يبقى كل سيمبل، كل سيجنال بتاعتي اس، حلو، هي عباره عن ايه؟ هي حاجه في الدومين بتاع الفاي 1 والفاي 2، تمام، او بعملها جرافيك ريبريزنتيشن عن طريق فانكشن واحد فاي 1 وايه؟ فاي 2، تمام. بعد ده كله ايه؟ سيجنال سبيس ريبريزنتيشن. طيب بعد كده هنروح نعمل ايه؟ هنبدا نتكلم على حاجة بسيطة. هقول أنا عندي دلوقتي كتبت ده اللي هي مين؟ الـ SI كانت بتساوي إيه؟ summation الـ SIJ، تمام كده؟ فممكن آخد إكزامبل واحد، الـ S1 هتساوي إيه؟ S1 واحد فاي واحد، تمام؟ S1 2 فاي 2 بلس S1 n فاي n، عندي n basis function. طيب عندي كان قاعدة تانية بتقول لي إيه؟ إن حصل الضرب بتاعهم
وعملت له انتجريشن يهديني واحد يهديني زيرو، على حسب هما زي بعض ولا عكس بعض. تمام. طيب لو انا عايز اجيب ايه، هقول ان انا خدت الاس واحد دي ضربتها في مين، ضربتها في واي واحد وعملت انتجريشن من زيرو لتي. حلو، ده هيديني مين بقى؟ طيب هقول ايه، خلاص فاي واحد اس واحد، فك الاس واحد. تمام، تبقى اس واحد واحد فاي واحد، وتضرب في الفاي واحد تبقى ايه، اس واحد واحد فاي واحد سكوير، تبقى اس وان تو فاي تو في فاي وان. تمام، واس حد اس وان ان فاي ايه وان في فاي ان. طيب انا ايه اللي اعرفه، اللي اعرفه ان كل ما يكونوا مختلفين نتيجة الانتجريشن ده يديني زيرو. فاللي هيتفضل لي مين، هيتفضل لي الترم ده. حلو، الترم ده هو عبارة عن مين، اس واحد واحد اخرج من الانتجريشن. تمام كده، ده خلص بقى ايه، بكامل من زيرو تي على مين، على الفاي سكوير. طب كامل الفاي سكوير هنا ايه، هيديني ايه، هيديني واحد. يتفضل لي مين، اس واحد واحد في مضروبة في ايه، مضروبة في واحد. طيب لو انا ايه، تعالى ناخد كده بقى اكس جنرال. لو انا قلت ان انا بقول الاس اي ضرب في واحد هيديني مين، هيديني الاس اي واحد. طيب لو انا قلت الاس اي ضرب في اتنين هيديني مين، الاس اي اتنين. تمام كده، حلو. يبقى انا كده عشان اجنريت السيجنال سبيس ريبريزنتيشن بقول ايه، ان الاس اي جي هتساوي ايه، انتجريشن من زيرو تي مين بقى، للاس اي السيجنال بتاعتي في البيزس فانكشن بتاعتي اللي هي الجي. تمام، في الدي تي. حلو، فيبقى الاس اي جي هي عباره عن الاس اي في الفاي جي وعملت لهم انتجريشن. تمام كده، لا ما فيش اي مشاكل. طيب دي كده طلعنا حاجه، انا هنا كده اقدر اجنريت السيجنال من السيجنال ريبريزنتيشن، هنا اقدر اجنريت ايه، السيجنال ريبريزنتيشن منين، السيجنال والبيزس فانكشن. طيب حلو، طيب انا هبلد السيستم بتاعي ازاي؟ قول حلو، انا عندي هاخد السيجنال ريبريزنتيشنز بتوعي، انا اقدر احطهم القيم اللي انا عايزهم، اقدر اشكل منهم الفانكشنز بتوعي. تمام، هقول كل واحده تتضرب في الفول. تمام، وفي الاخر اعمل لهم سبمشن اللي هو ايه، نفس القانون ده. حلو، اديتني مين، تديني الاس اي. طيب عشان اطلع بقى ايه، انا عشان اسيب الاس اي جي همشي ازاي، هقول ان الاس اي بتاعتي هتدخل هضربها في مين، هضربها في الفايل وبعدين هانتجريت نفس الايكويشن دي، يطلع لي مين، الاس اي واحد والاس اي اتنين والاس اي لحد الاس اي ان. كده ايه، انا حطيت دول، اقدر اكون بقى، هل انا مرتبط ان انا اكون سيمبلز عددها ان بالنسبه للفاي ان؟ لا، هلاقي الموضوع ايه، الموضوع عادي مش مرتبطين ببعض. طيب لقينا عدد الكلوريتوز هنا ايه، مش مرتبط بعدد السيمبلز اللي احنا كنا عاملينه هناك، لا هو مرتبط هنا بايه، بعدد البيزس فانكشنز. طيب الكلام ده جاي ازاي، احنا كنا هنا قلنا ان ده كان مرتبط بعدد مين، بعدد السيمبلز. حلو، فطلع 1024 وكان في كومبلكس، لا هناك الموضوع كان لطيف. طيب انا استفدت ايه من السلايد دي، الاستفاده اللي انا استفادها من السلايد دي بقول ايه، ان لو جينا مثلا ناخد اكزامبل على ال 4G كوميونيكيشن سيستم بيستخدم حاجه اسمها ايه، 256 كوام. يعني ايه 256 كوام؟ يعني بيستخدم 256 سيمبل بيستخدمهم بيبعتهم. حلو، في طيب المره الواحده. حلو، طب الكوام ده ايه بقى، ده بيقول ان هو بيستخدم اتنين بيزس فانكشنز بس، يعني هو عنده اتنين كوريتورز بس وبيعمل ايه 256 سيمبل. حلو، في مشاكل كده؟ ايه، مفيش مشاكل. بعدين نروح ايه، هنتكلم على حاجه بسيطه. انا كنت ايه، قلت ان انا ممكن اكتب البيزس فانكشن بدلاله الفوق اللي هي الاس السيجنال بتاعتي، هنكتب ايه، سيجنال ريبريزنتيشن في البيزس فانكشن. حلو، طيب وده الانتجريشن بتاع مين، بتاع البيزس فانكشن. تمام، لما حصل ضربهم وعمل لهم انتجريشن اديني 0 يا واحد على حسب هم الفاليوز بتاعتهم كام. طيب الانرجي بتاعت الاس اي دي هتساوي ايه؟ طيب هنقول ايه، هقول ان انا كنت بجيب الانرجي بتاعت الانرجي هي عباره عن مين، انا هكمل السيجنال الاس اي دي هخليها سكوير، اس اي سكوير ده ما هكمل من 0 تي. طيب هفك الاس اي دي هتبقى ايه، اس اي 1 فاي 1 زائد اس اي 2 فاي 2 زائد لحد اس اي ان فاي ان. تمام، كل ده ايه، كل ده سكوير. تمام، مفيش مشاكل. طيب حلو، بعدين ايه، هفك السكوير هلاقي ايه، هلاقي ان دي هتيجي سكوير زائد دي هتيجي سكوير زائد دي هتيجي سكوير، وبعدين دي هتضرب في دي فتضرب في الترم ده فتضرب في الترم ده. طيب احنا عارفين ان الانر برودكت هتساوي ايه، ان الاي لما تضرب في الجي وتعمل لهم انتجريشن يديني ايه، زيرو. فبالتالي ان الباكت ده هيديني مين، يديني الاس اي واحد فاي واحد سكوير عملها انتجريشن زائد الاس اي 2 سكوير فاي 2 سكوير. تمام، طب الاس اي 1 فاي 1 في الاس اي 2 فاي 2
ده لما هعمل لهم الانتجريشن هيدوني ايه؟ هيدوني زيرو. حلو، مفيش مشاكل. طيب انا ده كونستنت بالنسبه ايه؟ للانتجريشن. يخرج بره، ده كونستنت بالنسبه للانتجريشن، يخرج بره، ده كونستنت بالنسبه للانتجريشن، هيخرج بره. حلو، اتفضل مين؟ التكامل من زيرو تي للفاي واحد، من زيرو تي للفاي اتنين سكوير، وهكذا من زيرو تي للفاي ان ايه سكوير. حلو تمام، سحبناهم بره. طب مش دي احنا عارفين ان دي بواحد ودي بواحد ودي بواحد من الجول اللي فوق ده. حلو، اتفضل عندي ايه؟ اتفضل عندي اس اي واحد سكوير زائد اس اي اتنين سكوير زائد لحد اس اي ان سكوير. حلو، مفيش مشاكل. طيب بعدين تعالى نختصر دي، نكتبها ايه في شكل كومباكت فورم شويه، هي تبقى مين؟ سميشن اس اي جي سكوير. حلو تمام. طيب الصوره دي احنا مش كنا بنحاول نشبه السيجنال سبيس ريبريزنتيشن بشكل الفيكتورز؟ طيب يبقى الصوره دي لو احنا هنتكلم عليها بشكل الفيكتورز هي عباره عن مين؟ هي عباره عن النور بتاع مين؟ الاس تو اي ده النورم سكوير، خدت دي سكوير زائد دي سكوير زائد دي سكوير وهكذا، ده النورم. طيب النورم ده كنا ممكن نكتبه ازاي؟ كنت بقول ان هي الاس اي دوت الاس اي، او الاس اي ترانسبوز مين بالاس اي. تمام، ده شكل الايه؟ الفيكتورز او الفيكتورز نوتيشنز اللي كنا بنستخدمها. طيب تعالى نتكلم ايه؟ لو انا هتكلم على الاوتو كوريليشن، حلو، انا عايز اجيب الكوريليشن بين اتنين، فهمسك ايه؟ اول حاجه همسك اتنين اضربهم، الاس اي في الزي وكمان من زيرو تي. حلو، النتيجة النهائية ايه؟ كان اس اي ده هي عبارة عن مين؟ اس اي في اس اي، فطلع فكان بيجي منين؟ اس اي ترانسبوز في الاس اي. حلو، طب دي اس اي في اس جي هتبقى ايه؟ اس اي ترانسبوز في مين؟ في الاس جي. تمام، ممكن نمشي مع الماس ونوصل للشكل ده. حلو، طيب تمام جدا. بعدين انا عايز اجيب السيجنال دي، اجيبها ازاي؟ هستخدم حاجة اسمها الجرام شميت ميثود. حلو، طيب جرام شميت دي بيقول لي ايه؟ احنا ممكن نمشي بالقانون ونشوف النظريه وبعدين نطبقها، او نبدا نحاول نطبق النظريه الاول وبعدين ناخد نطلع الرول جنرال. احنا نبدا بالاكزامبل بتاع الشيت ونشوف هنمشي فيه ازاي. حلو، طيب قلت ايه؟ انا هقول جرام شميت بيفترض ايه؟ هيفترض ان الاس واحد هتتناسب ايه مع الفاي واحد، بس الاس واحد تساوي اس واحد واحد فاي واحد، الاس اتنين هتعتمد على الفاي واحد والفاي اتنين. طيب ليه بقى؟ انا عند الاس واحد انا ما كنتش شفت اي حاجه تانية، شايف سيجنال دي بس، اكيد انا هبقى في فاي واحده. تمام، طب اول ما شفت اتنين سيجنالز انا ممكن اكون معتمد على اتنين بيزد فانكشنز. طب اول ما شفت تلاته سيجنالز انا ممكن اكون معتمد على ايه؟ على تلاته بيزد فانكشن. اشوف اربعه سيجنالز ممكن اكون معتمد على اربعه بيزد فانكشن، ممكن اقل. حلو، طيب ده اول اكزيوم احنا بنحطها. تمام كده، انا ببدا اكتب دول. حلو، طيب وبعدين امسك واحده واحده بقى. اول واحده دي اس واحد دي كنت بقولها مع مين؟ انا باصص على السيجنال واحد. حلو، اس واحد بيساوي اس واحد واحد فاي واحد، فتعالوا كده ايه، هقول ان انا هاخد الفاي واحد بيساوي اس واحد. حلو، وبعدين كنت بقول ان انا لازم الفاي دي تبقى ايه؟ اورثونورمال، صح؟ يعني هتبقى ازاي؟ يعني انا اقول ان الانتجريشن بتاع الفاي سكوير من زيرو تي، حلو، عوض عن الفاي سكوير كانت ايه؟ بالاس واحد سكوير من زيرو تي، ده هيديني مين؟ تعالى نكمل هنا، ده انا كم الريجن دي هي تمام الامبليتيود بواحد والويتس بكام؟ بتيجي على تلاتة. الانتجريشن بتاع ده كام؟ هيبقى الاريا الاندر كيرف، اندر ذا كيرف اللي هي هتبقى بكام؟ بتيجي على تلاتة. حلو تمام، نتيجة الانتجريشن طلعت بتيجي على تلاتة. طيب كده دي فاي اوتونومال، لا يبقى احنا ايه؟ دي ده كده بيساوي الانرجي بتاعت السيجنال بتاعتي. حلو، يبقى انا اللاين ده كده غلط. طب نصححه ازاي؟ انا اقول لا، نصححه ان الاس واحد واحد هي عبارة عن مين؟ تبقى دي جزء الانرجي، انا ههمل الجزء ده خالص، هكمل دي. حلو، فلما هكمل دي هيديني مين؟ هنكمل هنا سكوير وهكمل، فهيتفضل الاس واحد واحد سكوير. حلو، بالانرجي، يبقى الاس واحد واحد بايه؟ بجزء الانرجي اللي هي بجزء ايه؟ 3 على تي، هتبقى الفاي واحد بيساوي الاس واحد على الاس واحد واحد او على جزء الانرجي اللي هي ايه؟ اس واحد واحد في 3 على تي، هي دي المفروض تي على 3. اوكي، فبالتالي ممكن نرسم الفاي واحد واحد ازاي؟ هي هي نفس السجن الرسم دي، بس حصل لها ايه؟ حصل لها تمام، حصل لها ايه؟ حصل لها سكيلينج بقت اس 3 على تي. طيب والتشيك اللي هنا عملناه ان الفاي 1 سكوير تمام هتساوي ايه؟ هتساوي 1. تمام كده، الفاي 1 سكوير وكان بتم زيرو تي اللي هي 3 ب 1 يعني اورثونورمال. تمام، طيب يبقى انا اول ستيب بعملها ايه؟ بحسب اس 1 1. ثاني ستيب بعملها ايه؟ تمام، بحسب الفاي 1 بطلع رسمتها. تمام كده، ده اول خطوه، اول ايه؟ مع اول سيجنال. طيب هنروح ايه لتاني سيجنال،
تاني سيجنال كود كانت عندي ايه؟ اهي حلو، وانا كده عندي معلوميه الفاي واحد. طيب تاني سيجنال كان بيساوي اس 2 1 فاي 1 زائد اس 2 2 فاي 2. انا عندي مين؟ عندي الاس 2 وعندي الفاي 1. طيب اقدر اجيب ايه؟ اقدر اقول ان انا لو ضربت دي في فاي 1 حلو تمام هيديني، وكملت هيديني مين؟ هيديني الاس 2 1، لان هيبقى اتنين فاي مضروبين في بعض عملت لهم انتجريشن، ده هيتصفر. حلو، يبقى الاس 2 1 تساوي ايه؟ تكامل من زيرو تي اس 2 في فاي 1. تمام، في مشاكل كده؟ طيب ده هيساوي ايه؟ انا هكامل هضرب الاثنين دول من هنا لهنا وكامل من ايه؟ من زيرو تي. طيب السيجنال دي موجوده منين؟ من زيرو تي على التلاته، ودي من زيرو تي الاثنين تي على التلاته، يبقى حاصل الضرب هيبقى ايه؟ السيجنال موجوده من زيرو تي على التلاته. طيب الامبليتيود دي واحد، والامبليتيود دي كان جذر تلاته على تي، يبقى ايه؟ هكامل جذر تلاته على تي تمام من زيرو ايه؟ تي على التلاته. الناتج هيديني ايه؟ ده هيطلع كونستنت بره، والناتج الانتجريشن ده تي على التلاته، تي على التلاتة جذر تلاتة على تي هيديني ايه؟ جذر تلاتة على جذر تي على التلاتة. حلو؟ اوكي، ده هيطلع بكام؟ جذر تي على التلاتة. تمام؟ يبقى الاس اتنين، الاس اتنين اتنين فاي اتنين بقى اللي هي الجزء التاني دي هتساوي مين؟ هتساوي دي ناقص اللي انا حسبتها هنا، صح؟ هنسمي دي مين؟ هنسمي دي الفانكشن جي تو. حلو؟ يبقى دي هتساوي ايه؟ فانكشن جي تو. طيب الفانكشن جي تو اهي عبارة عن ايه؟ السيجنال دي ناقص دي مضروبة في مين؟ مضروبة في الاس 2 1 اللي احنا قلنا هي تي على التلاتة، تمام؟ مش تلاتة على تي. فهلاقي ايه؟ هيبقى هلاقي هنا الامبليتيود بتاع دي بواحد، فنطرح جزء من هنا فتفضل لي ايه؟ تفضل لي الشكل ده، ده الشكل اللي هو بتاع الجي 2. طيب جبنا الجي 2، حلو؟ طب الجي 2 ده كان عبارة عن مين؟ اس 2 2 فاي 2، صح؟ طب لو انا خدته عملت له سكوير وكملته هيديني مين؟ عملت سكوير وكملت هيديني الاس 2 سكوير. طيب يبقى انا هجيب الاس 2 2 ازاي؟ هي عباره عن جذر تكامل كام؟ من 0 ل تي تمام الجي تي الجي 2 سكوير. حلو؟ طيب ده كده نبدا نبص، انا بكامل من الاول تي على 3 لحد 2 تي على 3، والامبليتيود بتاعي بواحد، يبقى الحسبه دي هتطلع لي كام؟ جذر تي على 3. تمام كده؟ مفيش مشاكل. كده جبنا الاس 2 2 بكام؟ جذر تي على 3. حلو، يبقى الفاي 2 هتساوي ايه؟ هتساوي الجي 2 بتاعتي اللي هي كانت هنا دي، فاي 2 هتساوي ايه؟ جي 2 على اس 2 2، هتطلع لي مين؟ جي 2 في جذر 3 على تي. فنرسم شكلها تبقى عامله ازاي؟ هلاقي شكلها هي نفس دي، بس حصل لها ايه؟ حصل لها سكيلينج. في مشاكل كده؟ طب مفيش مشاكل، يبقى احنا كده عند السيجنال التانية عملنا ايه؟ اول ستيب حسبت الاس 2 1، تاني ستيب حسبت الجي 2، تالت ستيب حسبت ال اس 2 2، ورابع ستيب عملت ايه؟ حسبت ال فاي 2. طيب نروح لمين؟ كده دلوقتي نتكلم على مين؟ على السيجنال التالت. طيب السيجنال التالت بقول فيها ايه؟ بقول فيها التالي ان هي تبقى فانكشن في التلاتة بيزلز. طب انا عندي البيزلز الاولى وعندي البيز التانية، حلو، يبقى ايه؟ انا هجيب البيز التالتة. طيب هجيب ازاي بقى؟ اقول ان انا همسك الفاي دي هضربها في الاس 3 هيديني مين؟ وكامل هيديني الاس 3 1. حلو، الاس 3 1 هتساوي تكامل في الفاي، الاس 3 في الفاي 1. حلو، طيب هيطلع لي بايه؟ هيطلع لي بزيرو. ليه؟ هي موجوده من 0 لتي 3، وهنا من 0 لتي 3 مفيش حاجه، الانتجريشن ده طلع لي ايه؟ طلع لي بزيرو. حلو، تمام، مفيش مشاكل. طيب تاني واحده الاس 3 2 هتساوي ايه؟ تساوي الفاي 2 مضروبه في ده، هيبقى في فاليو في فاليو. نحسب الانتجريشن هيطلع بكام؟ من الجذر تي على 3. طيب بعدين جبت كده مين؟ الاس 3 2، انا معايا ده ومعايا ده، اقدر احسب ممكن ايه؟ او هجيب بقى ايه الفانكشن اللي هي اس 3 و3 فاي 3. الاس 3 3 فاي 3 تساوي ايه؟ الاس 3 ناقص الاس 3 1 فاي 1 ناقص اس 3 2 فاي 2 تساوي دي مين؟ هتساوي جي 3. حلو؟ طيب نروح نرسم جي 3، الاقي ايه؟ الاقي ان هي دي ناقص الاتنين دول كانوا بأربعية بعد ما بيتضربوا في البيزنس فانكشن بتاعتهم في السيجنال برزنتيشن بتوعهم، هيديني ايه؟ هيديني الشكل ده اللي هي من 2 تي لحد على 3 لحد تي، الامبليتيود بتاعها بايه؟ بواحد. في مشاكل كده؟ مفيش مشاكل. طيب الخطوه اللي بعد كده عملت ايه؟ اجيب الاس 3 3 انا معايا دي تمام اللي هي الاس 3 3 فوق 3، هضرب في مين؟ هعمل لها سكوير وهانتجريت واخد الجزء دي مين؟ الاس 3 3 تمام. طيب بعد كده تطلع الاس 3 3 بكام؟ تطلع بجذر تي على 3. حلو، طيب انا كده جبت الاس 3 3، اروح احسب مين؟ احسب الفاي 3.
تمام، يبقى الفاي 3 تطلع مي بجي 3 على الاس 3 3 تطلع بمي جي 3 اللي هي اللي كانت امبليتيود 1 مضروبه في ايه؟ جذر 3 على دي. فتمام كده الفاي بتاعتي. حلو، طيب نروح على مين؟ نروح على الرابع بس نحدد كده غلط. حلو، يبقى انا عندي سيجنال 3 حسبت مين؟ 3 1 وبعدين اس 3 2 وبعدين جبت جي 3 تمام، وبعدين حسبت اس 3 3 وبعدين جبت الفاي 3. نلاحظ ان هي نفس الخطوات اللي كنا بنمشيها في ايه؟ في اللي قبل كده. طيب بعدين سيجنال الرابعة اللي حصل عندها نشتغل هلاقي ان انا هعمل نفس الخطوات، هجيب كل البارامترز. حلو كده جبت الاس 4 1 و 4 2 و 4 3 تمام، اجي احسب الاس 4 4 اللي هي ايه في فاي 4 اللي هي الجي 3 او قصدي الجي 4 اللي هي بتطلع بكام؟ تطلع بصفر. حلو، يبقى انا كده عندي الاس 4 4 في فاي 4 بصفر، يبقى ده ايه؟ يا اما الاس 4 4 هي اللي بصفر، يا اما الفاي 4 بصفر، ما عنديش بيزنس فانكشن 4، يا اما في وانا ما اعرفش الكوفيشنز بتاعها. فالاسهل ان انا اختار ايه؟ الاسهل ان انا اقول ان الفاي 4 هي اللي بصفر، تمام، هريح على نفس الحسابات. تمام، فيبقى انا كده السيستم مكون من ايه؟ من 3 بيزنس فانكشنز. حلو كده؟ طيب فده كان اول مطلوب ان احنا نستخدم جام شميت عشان نطلع. طب الخطوات اللي مشيناها ايه؟ جبت اس 4 1 بعدين اس 4 2 اس 4 3 جبت جي 3 وبعدين رحت حسبت مين؟ الفاي 3. في مشاكل كده؟ لا مفيش اي مشاكل. طيب حلو، يبقى عايز بعد كده ايه؟ اعمل ايه؟ ابني السيجنال سبيس تمام وارسم الدايجرام بتاعها. طيب حلو، فهقول الكوفيشنز اللي طلعت معايا اهي كلها كانت بتساوي ايه؟ جذر تي على التلاتة. تمام كده؟ حلو، يبقى نكتبها الاس 1 كانت بتساوي ايه؟ جذر تي على التلاتة فاي 1 زائد اس 2 بيساوي جذر تي على التلاتة فاي 1 زائد فاي 2. حلو، اس 3 هتساوي ايه؟ جذر تي على التلاتة فاي 2 زائد فاي 3، والاس 4 بتساوي ايه؟ مجموع الفايات كلها. حلو، طيب جمعنا دول كده كلهم. حلو، نكتبهم في شكل ايه؟ الفيكتور فورم. تمام، كتبناهم في شكل الفيكتور فورم، ما ننساش ان دي تي على التلاتة مش تلاتة على تي. اوكي، بعد ما خلصنا هنعمل ايه؟ هنيجي بقى على ال 3 دي الرسمة بتاعتنا. حلو، نبدأ ايه؟ هنبدأ نحط البوينتس ومتوصلة بالخطوط بتاعتها. حلو، فكده ايه؟ فكده خدت دول وحطيتهم ايه؟ حطيتهم هنا على ال 3 دي ريبريزنتيشن بتاعي. ان انا بتكلم على ايه؟ على تلاتة بيزل، لو اتنين هتكلم كده على 2 دي. حلو كده، في مشاكل؟ لا تمام. بس يبقى تعالى بقى ايه؟ نلخص كده الطريقة بتاعتي. مش مت، أول حاجة بعمل ايه؟ أول حاجة أنا بعمل الأكزيم بتاعتي الفاضي بتاعي، إن أنا بفرض إن السيجنال الأولى معتمدة بس على البيزز الأولى، والتانية معتمدة على أول اتنين بيزز، والسيجنال رقم جي معتمد على إيه؟ على أول جي بيز. حلو كده؟ تمام، مفيش مشاكل. طيب حلو، بعدين هقول إيه؟ هقول إن الفاي واحد هتيجي منين؟ الإس واحد على جذر الإنرجي السيجنال الأولى. طب الإنرجي دي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن الإس واحد واحد. طيب تاني خطوة هقول إن الجي اتنين هي كانت عبارة عن إيه؟ إس اتنين ناقص الإس اتنين واحد فاي واحد. لو جبت منين الاس 2 1 دي؟ عباره عن ايه؟ تكامل الاس 2 في فاي 1 دي تي. تمام، وبعدين اروح احسب الفاي 1. تمام، وبعدين ايه؟ قلت ان ممكن استخدم الاكسبريشن ده اللي انا بكامل الجي 2 تربيع دي تي، او ممكن بشويه ماس بسيطه اطلعها على ايه؟ هي الانرجي بتاعت السيمبل الثاني ناقص الاس 2 1 تربيع. حلو، ممكن شويه ماس بسيطه نثبت حاجه زي دي. تمام كده، ثلاثه هنفضل ريبيت بقى، نعمل ايه؟ نفضل شغالين كده عمالين نلف من الستيب رقم اتنين دي لحد ما ايه؟ ما نطلع كل البيزنس فانكشنز. طيب حلو، نبدأ ايه؟ نروح نبص على الشيت. شيت تمام، حلو، عندنا كام بروبلم في الشيت؟ عندنا أربع بروبلمز في الشيت. تمام، أول بروبلم البروبلم دي اللي احنا ايه لسه حليناها ولسه شرحناها. خلاص فيها مشاكل كده؟ لا ما فيهاش مشاكل. خلاص يبقى دي ايه؟ يبقى دي كده اللي هي سولفد. خلاص نروح للبروبلم اللي بعد كده. بروبلم رقم 2 قال لي ايه؟ اللي خد عندك 3 سيجنال سبيس اهم، تمام، 3 سيجنالز، اعمل ايه؟ قال لي اول حاجه اجي استخدم كام شميت عشان اجيب مين؟ عشان اجيب البيزس فانكشنز. تمام، وبعد كده ايه؟ اعمل اكسبريس اتش اوف ذي سيجنالز ان تيرمز اوف ايه؟ البيزنس فانكشنز. يعني هجيب البيزنس فانكشنز وبعد كده هكتب الاسات دي كاب اي از فانكشن في البيزنس فانكشنز. تمام، خلاص مفيش مشاكل. حلو، قلنا ايه؟ اول حاجه احط الاكزيم بتوعي.
لازم تروح ايه جامش متس. ان هو ايه ان هي السيجنال الاولى هي فانكشن في البيز الاولى، والسيجنال الثانيه فانكشن في اول 2 بيز، والثالثه في اول 3 بيز. حلو طيب تمام. يبقى ناخد خطوه خطوه، هبتدي بمين؟ هبتدي بايه؟ اس واحد واحد. طيب الاس واحد واحد هقول ايه؟ هقول انا عشان اجيبها هقول ايه، هي عباره عن تجامل الاس واحد سكوير لحد من زيرو لحد تي. تمام دي تي، دي من اس واحد واحد سكوير. تمام بيبقى انا لما اجيب دي كده هتطلع لي ايه؟ هخلي دي سكوير تبقى دي بايه؟ تبقى دي باربعه، هكملها تبقى بكام؟ تبقى باربعه. حلو تمام. يبقى الاس واحد واحد بكام؟ اس واحد واحد هتبقى باتنين. يبقى الفاي واحد هتساوي ايه؟ هتساوي الاس واحد على الاتنين، تطلع ايه؟ تطلع بالشكل ده. هي الترم بتاعها من زيرو واحد، الامبليتيود بتاعها واحد، دي الفاي واحد. طيب نروح للايه؟ للاس اتنين. اس اتنين بيساوي اس اتنين واحد فاي واحد زائد اس اتنين اتنين فاي اتنين. طيب انا اقدر اجيب مين؟ قلنا بنحسب مين؟ اول حاجة الاس اتنين واحد اضرب في فاي واحد و انتجريت. حلو، هنضرب الاس اتنين في فاي واحد وانتجريت. فين الاس اتنين؟ اهي اضربها في فاي واحد. لما اضربها في فاي واحد الاقي الجزء ده هيروح، وتفضل لي ايه؟ الجزء ده اللي هو من زيرو لحد واحد، عشان دي موجودة من زيرو واحد. تمام، والامبليتيود بتاعها كام؟ بسالب أربعة. يبقى أنا هقول إن سالب أربعة وكامل من زيرو واحد هيطلع لي كام؟ هيطلع لي بسالب أربعة. يبقى الإس اتنين واحد دي كده بكام؟ سالب أربعة. هقول بعد كده أحسب مين؟ إس اتنين اتنين فاي اتنين، أو سميناها إيه؟ الجي اتنين. حلو، يبقى الجي اتنين هتساوي إس اتنين اتنين فاي اتنين اللي هي الإس اتنين ناقص إس اتنين واحد فاي واحد. حلو، طيب أنا لما هعمل سكيل دي الإس اتنين واحد هتبقى إيه؟ ليها نفس الأمبليتيود بتاع ده، فلما هطرحهم من بعض هطرح دي من ده هتفضل لي ايه؟ الجزء اللي هي من واحد لحد اتنين بامبليتيود سالب اربعة. تمام كده، دي مين؟ دي جي اتنين. حلو خلاص، روح هات هروح ايه امسك الجي اتنين دي اعمل لها انتجريشن وخدها تحت الجذر، هتديك مين؟ الاس اتنين اتنين. حلو، تطلع بكام؟ دي كده اربعة، هناخدها تربيع سالب اربعة، تربيع هتبقى بايه؟ بستاشر. حلو، كامل من واحد لاتنين تفضل 16 زي ما هي، خدها تحت الجذر تطلع لي بكام؟ تطلع لي بأربعة. يبقى الـ S اتنين اتنين بأربعة. يبقى الـ Phi اتنين هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الـ G اتنين دي مقسومة على أربعة، يطلع لي مين؟ هيطلع لي الـ Phi واحد بالشكل ده. حلو تمام، مفيش مشاكل. طيب بعدين هروح لمين؟ هروح للسيجنال التالت. السيجنال التالت عبارة عن إيه؟ فانكشن في الـ Phi واحد والـ Phi اتنين والـ Phi تلاتة. طيب هو هحسب الاس 3 1 والاس 3 2، هضرب السيجنال دي مره في فاي 1 وانتجريت يديني الاس 3 1، وبعدين هضربها في دي وانتجريت هيديني الاس ايه 3 2. فلما هضرب وانتجريت هيديني ايه؟ هيديني الاس 3 1 بكام؟ ب 3. طب ليه مسكت ده؟ ضربتها هنا هتبقى موجوده من كام؟ من 0 لحد 1، والامبليتيود بتاعها 3، فانتجريت هيتفضل ايه؟ 3. طيب بالنسبه لدي اقول دي بسالب 1، هضرب هنا يبقى ايه موجوده من واحد لحد اتنين، والامبليتيود بتاعها بايه؟ بسالب تلاته. يبقى ناتج الانتجريشن بسالب تلاته، تسعه اتنين هتطلع بايه؟ بسالب تلاته. في مشاكل كده؟ لا خلاص. حلو، جبت دي وجبت دي، بعمل ايه؟ بروح احسب الترم ده، الترم ده اللي بنسميه جي تلاته اهو، واحنا حسبناه هنحسبه هنلاقي اللي هو ايه موجود من اتنين لتلاته بس. تمام كده، والامبليتيود بتاعها هيبقى بايه؟ بتلاته. فيها مشاكل؟ لا مفيش اي مشاكل. طيب بعدين احسب مين؟ احسب الاس تلاته تلاته. حلو، هيطلع بكام؟ احنا عارفين من الشكل ده كده هيطلع بتلاته. حلو، مفيش اي مشاكل. طيب طالما طلع بتلاته يبقى انا هاخد الجي دي واعمل لها سكيل واجيب منها الفاي، اعمل لها سكيل اقسمها على تلاته اطلع الفاي تلاته. الفاي تلاته او البيس فانكشن 3 هتساوي ايه؟ هتساوي هي نفس جي 3 بس الامبليتيود بتاعها بواحد. تمام كده، دول كده مين؟ دول التلاته بيزنس فانكشن بتوعي. هعمل ايه بعد كده؟ اقول خلاص انا كده هعمل بارت 2. بارت 2 كان عايزني ايه؟ اكتب السيجنالز بتاعتي ان ترمز ايه؟ بيزس فانكشن. هو اول حاجه بارت 1 كان عايز يطلع البيزس فانكشن طلعناه. بارت 2 عايز ايه؟ اكتب السيجنالز بتاعتي ان ترمز اوف بيزس فانكشن، فاكتب ايه؟ السبيس ريبريزنتيشن اهو. حلو، ف الاس 1 1 كان بواحد، الاس 2 1 بيساوي سالب الاس 2 2 بسالب 4، الاس 3 1 بيساوي سالب الاس 3 2 بيساوي الاس 3 3 بكام؟ ب 3. حلو، يبقى الاس 1 1 بيساوي في 1 اس دي بتساوي 2 في 1 اس 2 تمام بتساوي سالب 4 فاي 1 زائد 4 فاي 2، والاس 3 هتساوي ايه؟ 3 فاي 1 ناقص 3 فاي 2 زائد 3 فاي 3. فممكن اكتبها بالشكل ده از فيكتور فورم، ويجي كده خلاص المسألة خلصت.
جوجل رقم 3. فجوجل رقم 3 قال لي بص احنا هنا بيدينا حاجه وبيقول لي اقسم السيجنالز، بس سهله ولطيفه تخلص بسرعه. حلو، قال لي ان انا ايه، ان انا عندي الفاي البيزنس فانكشن عباره عن بي اوف تي. طب مين البي اوف تي دي؟ قال لي البي اوف تي دي هي عباره عن ايه، يو اوف تي ناقص ماينس تي شيفتد بتي نوت. حلو، قسمت على جزء تي نوت. الشكل ده شكل مين؟ ده شكل ايه، انا عملت يونت ستيب مشيت مده معينه اللي هي تي نوت، وبعدين طلعت منها ايه يونت ستيب تاني، فيبقى اهي ده الشكل. على كده نجيب الانرجي لوج ده نشكل ان هو بيزنس فانكشن. حلو، انا اقول ان ده هيبقى سكوير، يبقى واحد على تي نوت، تمام، وانتجريت من زيرو تي نوت يبقى ايه، يبقى واحد على تي نوت في تي نوت ناتج الانتجريشن هيديني ايه، واحد. يبقى ده ينفع يبقى بيزنس فانكشن. طيب قال لك ده الفاي واحد. طب الفاي اتنين هي البيزنس فانكشن، هي الفانكشن دي شيفتد بتي نوت. الفاي تلاته الفانكشن دي شيفتد بايه، باتنين تي نوت. فبس فيبقى هي نفس الفانكشن بس انا بعملها شيفت بايه، بتي نوت. اللي بقى ايه، قال لي حلو تمام، تعال نجيب بقى الفاي واحد اهي، ادي الفاي اتنين، وادي الفاي تلاته، نفس الشكل شيفت تي نوت. بس قال لي بقى ايه، اعمل سيجنال سبيس سكتش ويف فورم سيجنال ريبريزنتيشن ريبريزنت بيه الفاليوز دي. طب كانت واحد واحد، اول واحده واحد واحد وزيرو، يبقى الاس واحد، الاس واحد هتساوي ايه، واحد في الفاي واحد زائد واحد في الفاي اتنين، تمام، زائد زيرو فاي 3، تبقى ايه، تبقى بالمنظر ده. حلو، واحد زائد واحد لحد ايه، اتنين تي نوت. طب تاني واحده تساوي اتنين فاي واحد ناقص فاي اتنين مين، زائد فاي تلاته، اتنين فاي واحد اهي، خدت ده، هيبقى اتنين فاي واحد ناقص فاي اتنين اهي، زائد ايه فاي 3 اهي. طب تالت واحده تلاته فاي واحد، اتنين فاي اتنين سالب نص فاي تلاته، يبقى ايه، اول حاجه تلاته فاي واحد، بعدين اتنين فاي اتنين ناقص نص فاي مين، فاي تلاته. حلو، طب دي سالب نص فاي واحد ناقص واحد فاي واحد وواحد فاي تلاته، تبقى سالب نص، المفروض دي نيجاتيف، اوكي، تبقى دي سالب نص فاي اتنين فاي واحد، ودي سالب واحد فاي اتنين وواحد فاي تلاته، فدي نبقى نعدلها يا شباب وناخد بالنا منها. حلو، خلاص كده خلصنا السؤال، في حاجة صعبة؟ لا، تمام. طيب بعدين بروبلم رقم 4، بروبلم رقم 4 بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي معاك نفس البي بتاعت السؤال اللي فات، بس هما إيه؟ هي خمسة، تمام؟ يعني عندي خمسة بيزنس فانكشنز، 5 دايمنشنز. حلو كده؟ طيب قال لي اقسم السيجنال دي. حلو، الموضوع سهل، زي ما وصلنا هناك ممكن نقسمهم هنا ونشيك مع نفسنا. طب تمام، قال لي بعد كده ايه، عايز الانرجي بتاعت كل سيجنال. حلو، طيب واحده واحده، عايز ايه، عايز الانرجي بتاعت كل سيجنال اجيبها ازاي. طيب انا الانرجي بتاعت البي دي طلعناها بكام، لما حسبنا الانرجي هنا طلعت بواحد. حلو، طيب الفانكشن كان عباره عن ايه، واحد مضروب في البي زائد اتنين مضروب في البي شيفتد زائد تلاته مضروب في البي شيفتد زائد اربعه مضروب في البي شيفتد. حلو، طيب اقول اول حاجه ان الانرجي بتاعت البي بتساوي واحد. طيب الانرجي بتاعت السيمبل كنا طلعناها ايه، بتساوي سميشن بتاع الاس اي جي سكوير. حلو كده، طيب يبقى هعمل ايه، هاخد كل اس اي من هنا اس اي جي من هنا واعملهم سكوير، بيبقى الانرجي واحد، هي عباره عن ايه، واحد سكوير زائد اتنين سكوير زائد تلاته سكوير زائد واحد سكوير زائد اربعه سكوير، كل ده هيساوي كام، 31. طب اس اتنين هاخد دول كده سكوير واجمعهم، تمام، هيطلع ب 41. طب ودي هتطلع ب 39، ودي هتطلع بكام، ب 28. خلاص دي كده الانرجيز اللي هو عايزها. طيب بعدين قال لي ايه، عايز البيرز بتاعتهم اللي يكونوا اورثوجونال على بعض. يعني ايه بقى، يعني انا ابص السيجنال دي والسيجنال دي اعرف ازاي ان هم اورثوجونال على بعض، هاخد دي اعملها دوت برودكت مع دي، لو ادتني صفر هتبقى ايه، هتدي يبقى إيه الاثنين دول اورثوجونال. فانا عندي كام احتمال، اقول ان دي اورثوجونال مع دي، او دي اورثوجونال مع دي، او دي اورثوجونال مع دي. حلو، او اخد دي مع دي ودي مع دي وبعدين دي مع دي، عندي كام، 6 احتمالات. حلو، فبعد ما اعمل كومبينيشنز المختلفه دول هلاقي مين اللي اورثوجونال مع بعض. حلو، هي الاس 3 والاس 4 هلاقيهم اورثوجونال على بعض. تمام كده يا شباب، ماشي كده، طب الشيت خلص تمام، و ان شاء الله كده نصنع سيكشن واحد على هنتكلم في جزء صغير السيجنال سبيس، هنتكلم جزء النويز، الايفكت بتاع النويز في السيجنال سبيس،
بعدين هنبدأ نروح ايه للهوسباند موديل. تمام ماشي. شكرا يا شباب.